ده فترة الجواز يا ست تحبيني من غير ما تتجوزيني. اللهم طولك يا روح، انا قايمة اعمل لك شاي. احنا النهارده ابيض باين ولا ايه؟ ها عايز حاجة تانية؟ كنا وشربنا مش كده؟ فاضل بقى نلعب. نلعب ايه؟ هنلعب ايه؟ هنلعب كوتشينة طبعا. لا ده انا اغلب. لا بس انت مش قدي بقى. لا حريفة يعني. طبعا. شوف انا هقولك على حاجة، احنا نلعب مع بعض، لو انت غلبتيني اديك بوسة. استني بس. طيب لو انا غلبتك تديني بوستين. لا مش لعب. طب هقولك على حاجة، ورقة وقلم اهي، احنا نقيدهم هنا، يعني انت ليك بوسة انا ليا بوستين، واخد بالك؟ على الورق بس عشان اللعب احنا. طب فر ايه فورا. غلبتك ايه انت هتحمرق؟ انا ورق اكتر منك، عد بقى، انا اللي غلبك الدور ده. ماشي زي بعض. وادي بوسة، يبقى انت دلوقتي ليكي 5 بوسات وانا ليا 18 بوسة. ما تيجي نخلص ديوننا مع بعض ونخلص. تصبح على خير. ايه هننام؟ طبعا انت مش وراك شغل بكره. طب لو سمحتي هاتي لي غطا ومخده، انا هنام هنا في الصالون. انت مصمم؟ يعني ده اقل واجب نقدر نعمله، ده انت ضيفتنا ليلاتي. متشكره قوي يا مدحت، بس ارجوك ما تكرمنيش اكتر من كده. يعني بس الواحد مش عارف يعمل ايه ولا ايه الحقيقه، يعني الواحد يخدمك بعينيه جيت للصراحه. كفاية الغطا ده. الله مالك يا مدحت؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. روحي روحي انت نامي. ايه اللي حصل بس قولي؟ حصلش حاجة، حصلش حاجة. نامي انت، نامي. انا مش زي بس، انا كنت سايباك كويس. ايه اللي حصل قولي؟ اصل افتكرت امي الله يرحمها. امي الف رحمة تنزل عليها، تعيش وتفتكر. لكن انت ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ سمع صوت الولد اللي بيعيط ده، بيفكرني بنفسي وانا صغير. انا عارف، انا عارف ان امي الله يرحمها كانت بتحب اخويا سيد اكتر مني، لكن انا مش زعلان، انا مش زعلان. افتكر طيب احسن. اسمتي كده هعمل ايه؟ هعمل ايه انا اطلع شبه ابويا واخويا سيد يطلع شبه امي، ثم امي تحب سيد اكتر مني. ياه الموضوع ده معقدك لحد دلوقتي؟ وهيفضل معقدني العمر كله، العمر كله. لا معلش انت حاول تنسى، انت كبير دلوقتي. لا 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 مش كده يا مدحت، حرام عليك. مش قادر، مش قادر. انا طول عمري وحيد، منبوذ، منبوذ. يا رب ما كانت امي خلفتني. معلش يا مدحت، معلش هدي نفسك. يلا معايا، يلا يلا قوم. اقوم اروح فين؟ قوم بس معايا. انا تعبان، انا معقد، معلش انا معقد. معلش ارجوك ما تسيبنيش. لا مش هسيبك. ما تسيبنيش لوحدي. لا انا محتاج لصدر حنين دلوقتي. انت تحاول تنسى الموضوع ده خالص ويلا نام. هنام لوحدي؟ طبعا يلا يا بابا. وانت مش هتنامي جنبي عشان انا بحس بالوحده. لا 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 انت تحاول تنسى الموضوع ده لوحدك، انت كبير دلوقتي. مش كبير قوي يعني. تصبح على خير. انا تعبان، انا تعبان، انا تعبان. ملاقيش عندك حد يشتري لي علبة لبن من الوادي. لا ده انا قاعده لوحدي. هو عنده ايه؟ انا سامعه صوته طول الليل. اصل الولد تعبان قوي وما اكلش من امبارح. وانا تعبان قوي. حاسبي الواد هيقع منك. خش ارتاحي انت وانا هنزل اشتري لك اللبن. كتر خيرك يا حبيبتي. لحظه واحده واحدف لك الفلوس. مفيش ده لما اجيلك. عنك انت هاتي. يا اختي تعبتك معايا ولا تعب ولا حاجه.
اوعى يكون اللبن سخن. لا ما تخافيش، انا بردته الاول. انا عندي فكره عن تربيه العيال، كنت بساعد خالتي في تربيه ولادها. يلا يا حبيبي يلا. عزة، وزة، عزوز، عزة، يا راحت فين اخوي؟ برضو فتحت الشباك. ايوه يا مدحت، انت فين؟ يا واحدة جايالك. انت بتعملي ايه عندك؟ اما اجي هقولك. هتقول ايه المجنونة دي؟ مصطفى جوزي الله يرحمه عدا اهله علشان يتجوزني، قطعوه من غير ما اشوفهم ولا يشوفوني عشان انا فقيرة، ولحد دلوقتي مقاطعيني حتى بعد ما مات. ولا يهمك يا حبيبتي، اعتبريني اختك بالظبط. كتر الف خيرك، عطلتك يدوب ترجع لجوزك. جوزي زمانه راجع من الشغل تعبان وعايز يتغدى. طب يا حبيبتي لو احتاجتي اي حاجه اندهي علي على طول. كتر الف خير. رايحه فين؟ لا خليكي مستريحه. وزاك عند الجيران خدنا يا جاني. الست عيانه وقصدتني اجيب لبن لابنها، هقول لها لا؟ لا طبعا، قلبك فيه الحنيه قوي. يلا الغدا. اهدى. في ايه؟ اهدى. في ايه؟ خمره. ده شعير، شعير بايت. شيلها من قدامي. هو انا خلصت من جزومي عشان تطلع لي انت؟ لا لا، ومال جزومي؟ بلاش بلاش منها خالص. ايه عجبك القعده تحت؟ انزلك الاكل. يا ريت يا ريت يا ريت. مالك يا مدحت؟ سامع صوت الولد. مسكين، تلاقيه معذب امه. ده معذبنا انا، معذبنا انا. انت عندك العقده دي بجد؟ بجد؟ هو في عقد بجد وعقد صفيح؟ الواد ده لو ما كانش يبطل عياط انا هنتحر. اوعى تنتحر وانا معاك، لا يودوني في داهيه. وانا صغير قوي، وانا صغير كانت امي تاخد سيد ينام في حضنها، وكانت تسيبني انا انام لوحدي، انام لوحدي وافضل طول الليل اعيط ولا حد يسال عني. انا الظاهر فكرتك بعقدتك لما سبتك تنام لوحدك. لا 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 ما تزعلش، انا مش ممكن اسيبك على الحال ده. تعال انام عندي في الاوضه. لا 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 ما صحش. ليه؟ ما فيهاش حاجه، ده احنا اخوات. طيب متشكر اهو. هات الغطا ده معاك. طيب افتحي يا عزه، الباب اتقفل. امشي يا واد نام، بلاش دوشة، أنا عايزة أنام. نامت عليك حيطة. هو كلام عيال ولا إيه؟ مشروع باص باين. ورقة معسي. ازيك يا معلم حسن؟ اهلا يا بيه. بقول لك يا معلم حسن. ايوه. منوم يعني؟ لا انا مش عايزها تنام. بقول لك مش فاهم يعني حاجه كده تخلي المقاومه بتاعتها تقل، ما تبقاش عناديه. طلبك موجود، حبيتين على كوبايه شاي خلوها اخر حنيه تتمسح فيك زي القطه. بجد؟ عايز كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه كتير يا معلم. يا بيه ده اختراع شيطاني بنجيبه بالعملة الصعبة. شيطاني؟ ايوه.
خد. طيب كنت فين؟ البس هدومك بسرعه. عشان ايه؟ عشان ننقل ماجده المستشفى. ماجده مين؟ ماجده جارتك، اصل حياتها وحشه قوي. الله، واحنا مالنا؟ الله، مالنا ازاي؟ انا عمري ما كلمت مع حد من الجيران. جاي النهارده تعملي لي فضيحه؟ فضيحه عشان ايه؟ الست بتموت. اتحرك، انت ما عندكش مروه، ما عندكش انسانيه، قلبك حجر. ايه، انت مش بني ادم؟ انا هنزل انقلها في تاكسي. طب استني بقى لما نتغدى. غدا ايه؟ انا مش عايز اكل. طب اعمل لك كوبايه شاي. شاي ايه بس دلوقتي؟ يلا خش البس. يلا يلا. طيب يلا البس هدومك بسرعه. طيب خلاص. يخرب عقلك. معلش، بالليل هنشرب الشاي. حالتها خطيرة، أنا بشك إن عندها أورام خبيثة في الصدر، لازم نحجزها عشان نعمل لها تحاليل فوري. ايه الاخبار؟ خد، خلي الواد ده معاك، امسك. وده اعمل بيه ايه؟ سلامتك اشرف. اطمني، مع مدحت بره دلوقتي هجيبهولك. تجيبيه فين؟ خليك معاكي احسن، مين هيرضعه هنا؟ ما تشيليش هم، انا هخليه معايا. حظه كده، ابوه مات وانا بكره موت واسيبه. ما تقوليش كده، ان شاء الله بكره تخافيه وتعيشي لحد ما تشوفي ولاد ولاده. ممكن تعملي لي خدمه؟ اؤمري يا حبيبتي. عاوزه تكتبي جواب لاهل جوزي في اسكندريه، تقولي لهم يجوا ياخدوا الواد. و طيب بلاش تتكلمي انت دلوقتي، استريحي شويه. ليه الحركات القرعه دي بقى؟ انت قد الحركات دي؟ ها؟ خد امسك الواد. عجبك كده؟ يعني نقض ودوك يا خي. خد امسك الشنط دي، امسك. ايه؟ رايحين فين؟ مش هنودي الواد لامه؟ لا طبعا، هناخده معانا. ناخده معانا فين؟ انت اتجننتي؟ لا، هما حجزوها في المستشفى، هتاخد بالها مني ازاي؟ الله يا ست، احنا مالنا احنا؟ لا، انت ما عندكش مروة، ما عندكش انسانية، قلبك حجر. خلاص، اذا ما كانش عندك رحمة، انا معايا مفتاح شقتها وهروح اقعد بيه هناك. خلاص 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 يا ست، يلا بينا نروح عشان كمان نلحق نشرب الشاي. عزة عزة. ايوه انا هي. اهو ايه بتزعق ليه؟ كملي انت غسيل الغيارات دي، انا معدتي اتقلبت. خلاص سيبهم انت، بس روح تخلي شويه ميه احمي الواد. طيب وبعد ما تحميه تنيميه، وبعدين نتعشى ونشرب الشاي. طيب بس يلا بسرعه. هو. يلا. وحنشرب شاي وحنشرب شاي. ايه ده؟ يخرب عقلك، ده الميه مولعه، انت عايز تسلق الواد؟ بردها شوي. لا ما تتحرك. انت خايف كده ليه؟ هات الصابون اهي.